في مؤشرنا التصاعدي تتسع الفرص الاستثمارية داخل البلاد، وهذا ما يلحظ من خلال افتتاح العديد من المراكز التجارية. وقد يكون هايبر ماركت مسواق أكبر مراكز التسوق في العاصمة، أحدث الشواهد على ذلك. وبالتماشي ضمن هذا المضمار، ترسخ شركة كيكارد شعارها بجعل الحياة أسهل أمام جميع المواطنين عبر تقديم خدماتها المصرفية من خلال منفذ جديد داخل هذا المرفق، يسهل عمليات الشراء والإدارة المالية عبر بطاقاتها الألكترونية. اليوم شفنا نقلة نوعية بتوجهات الحكومة. الحكومة بدأت تدعم المجتمع اللانقدي، بدأت تتوجه كل شيء باتجاه الأتمتة والدفع الإلكتروني، فبدأت كيكارد تتواجد بكل مفاصل الحياة اللي ممكن تسهم بدعم توجهات الحكومة باتجاه مجتمع لانقدي. واحد من هاي المفاصل هو اليوم أكبر هايبر ماركت ينفتح بالعراق، مسواق هايبر ماركت. تواجدنا هنا حتى نبدأ ننشر ثقافة الدفع الإلكتروني، تعزيز المجتمع اللانقدي بصورة عامة، بالإضافة إلى عدد من الخدمات. وفضلا عن خدمات كيا المتعددة التي تتيحها لزبائنها، زادتها هذه المرة بإمكانية التسوق عبر خاصية الدفع بالآجل أو التقسيط المريح لكل مواطني الرواتب على مصارف الرافدين. خطوتنا لاقت ترحيبا واسعا من قبل المواطنين لما تعمل عليه من تخفيف لأعباء الحياة الاقتصادية. تسوق بالدين وادفع بعدين هي بادرة جديدة من مبادرات كيكارد كأكبر شركة دفع إلكتروني بالعراق لكل الموظفين المتقاعدين اللي هم مطري رواتبهم على مصاف رافدين، واللي هم أصلاً متاحة لهم هاي الخدمة، بإمكانهم التسوق من هايبر ماركت مسواق بأي قيمة فاتورة شراء ما يفوق 100,000 دينار. راح يقدرون يقسطون هاي المبالغ عن طريق خدمة تسوق بالدين ودفع بعدين بضمان بطاقتهم وراتبهم اللي ماشي على البطاقة. والله هاي أنا عندي خوش فكرة للعالم اللي يستلمون الدخل محدود، مثلا الراتب ما يكفيهم من يجي راس الشهر، فيقدر واحد يشتري مثلا شيء يقدر يقسطه مثلا من يستلم الراتب. هاي الفكرة أنا بالنسبة لي تفيدني كلش. وتنسجم هذه الخطوة مع التوجه الحكومي لمغادرة التعاملات بالكتلة النقدية والذهاب إلى الأتمتة والتعاملات المالية عبر بطاقات الدفع الإلكتروني. مصطفى الوش، الرابعة، بغداد.